نفس اليوم كامل. احسنت. هذا فاوصي نفسي وزملائي بالاكثار على الله. اي والله الصلاه على الحبيب سبحانه. اللهم صل وسلم عليه. يجي تقرا حديث يقول خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم واعطي حوضا وفضلا بيوم به الناس تخشى العذاب الاليم فصلي الهي عليه صلاه تشفعه كي ننال النعيم. الله الله يبارك فيك. الله يسعدك. كم باقي على الاذان يا جماعه؟ من اللي بياذن اليوم؟ وين؟ الله أكبر، صبية التوحيد.